السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من إسطنبول. فيديو اليوم إن شاء الله غيكون تتمة للفيديو السابق اللي تكلمنا فيه على البازار الجديد اللي هو أولوس. هو البازار قديم ماشي جديد، ولكن أنا اكتشفته مؤخرا وقلت علاش لا نشارك معكم هذا البازار اللي زوين اللي باقي حاليا ما معروفش بزاف عند العرب والسياح، يعني كيكونوا فيه فقط الأتراك، لذلك الأسعار فيه مناسبة والجودة فيه عالية. يعني غتلقاو حاجات غالين وحاجات ايضا ارخاص، ما فيش فقط غير الحاجات الغاليين، وكاينين حويجات اللي هما زوينين. في الفيديو السابق انا شرحت لكم كيفاش يمكن لكم توصلوا للبازار. بالنسبه للناس اللي ما تفرجوش في الفيديو غنخليه لكم الفوق تشوفوا الموقع ديالو، وعاد باش ترجعوا تكملوا معنا باش دابا نبداو في الجوله ان شاء الله ديال السوق. بركة الله، قبل ما نبدا في الفيديو غادي نجاوب على واحد السؤال كيتكرر دائما، اللي هي واش عندي شي تطبيق اللي كنغير به العمله، يعني من الليره لعملات اخرين. نعم، هذا هو التطبيق، وسبق لي شاركته معكم. هذا تطبيق كتحملوه في الهاتف ديالكم اكس او، وكتكتبوا اي رقم يعني بالليره كما كتشوفوا هنا بحال 10 ليره، وكيعطيكم بالدرهم المغربي، بالدولار، الاورو، ريال سعودي، اي عمله بغيتوها راه كيعطيها لكم. ما كانتش تماك في اللائحه كتزيدوها نتوما كتضيفوها، وهكا كيسهل عليكم باش كل مره تبقاو تستعملوا الاله الحاسبه. وكنعرف فيما كتمشيو كتغداو هنايا راه كتحولوا دائما الليره للعمله ديال البلد ديالكم باش تعرفوا واش الثمن غالي او لا رخيص. فهاد القضيه انا عارفها، هذه هي التطبيق، وايضا راه كيعطيوك الوقت امتى انا صرفت. لذلك دائما في الفيديوهات راه كندير لكم الصرف على حسب اليوم اللي درت فيه انا المونتاج، لانه كما كتعرفوا الليره غير ثابته مع هاد الأزمة الاقتصادية اللي كتمر والتضخم اللي كاين، فدائما طالعة نازلة. حاليا دابا راه كتساوي أورو دولار، ولا دابا راه مساوي يعني تقريبا شي 18 فاصلة شي حاجة، يعني الفاصلة دائما كتطلع وكتنزل. هذا ما كان الجوله، غنبداوها من هذا عنده الحويجات ديال الرجال كما كتشوفوا على الانستغرام ديالو. بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا وكيقولوا لي ركزي لينا على الانستغرام، الا كانوا حاطين هذا الباع على الانستغرام راه كنشدوا ليكم. انا عارفه راسي مقفراها مع الرجال اللي متبعيني، ولكن والله العظيم الاسواق راه ما كيكونش فيها بزاف الحاجات الرجال، هما الغلط ديالهم ماشي مني انا اللي كنصور. الا بانت ليا شي حاجه اللي مزيانه راه تنصورها لكم. بالنسبه لهذا عنده كما كتشوفوا حويجات، عنده سريولات ديال السيرفات اللي عجبوني صح، الجوده ديالهم مزيانه. راهو كاين الجوده ديالهم متوسطه ب 170 ليره اللي هي 100 درهم تقريبا 9 ديال الاورو ونصف، وكاينين وحدين قال لي ب 140 ليره هما رخاصين تقريبا نقولوا واحد 85 درهم مغربيه اللي هي 8 اورو هكاك، وكاينين وحدين اللي الجوده ديالهم زعما كما قال هو عاليه اللي هما هادو 250 ليره. هادو رقاقين وفحال امبيرميابل، يعني ما كيدخلوش الماء، زوينين صراحه للخدمه، زوينين هكا الايام ديال الشتاء. 250 ليره اللي هي 150 درهم مغربيه تقريبا واحد 14 اورو هكاك ولا 14 الدولار. السوق كما شفت في الفيديو السابق عجبكم بزاف، فرحت بزاف حيت عجبكم السوق لانه خاوي. الناس اللي جاو هنا وشافوا الاسواق عارفين الاكسداد اللي كيكون فيها، الشيء اللي كيكون صعيب شويه تركزوا على اشنو غادي تشريو، كتبقاو رادين البال، يعني الزحام ما كتاخذوش الراحه ديالكم. كما كتشوفوا هذا السوق تبارك الله خاوي، يعني تقريبا بحال كنا حنايا ناس معدودين تماك اللي كنتسارى وكتعزل على راحتك، يعني ما كاينش هذا المشكل. والسوق كما كنعاود التذكير هو أولوس اللي كاين في أورتاكوي في المنطقه ديال بيشيكتاش. بالنسبه لهنايا كما كتشوفوا هذا عنده حويجات ديال الوليدات، يعني من السن ديال سنتين 3 سنوات حتى 14-15 سنه. كاينين البنيتات والاولاد، يعني بنات واولاد. ثمن القطعه 15 ليره، 15 ليره هي تقريبا 9 ديال الدراهم، ما كاملاش اورو اولا دولار. يعني كما كتشوفوا كاين عنده حتى سريولات ديال زارا، غير هما فيهم يعني ديفو، يعني واحد ديفو خفيف. بعض المرات كتلقاو ديفو ما باينش، وبعض المرات كيكون ديفو باين، فردوا البال مزيان. هادو اللي كيكونوا رخاصين ضروري كيكون فيهم بحال هكا. بالنسبه للعطور او البارفانات ما كنصحكمش انكم تاخذوهم من الاسواق الاسبوعيه، سبق ليا وذكرت هذا الشيء. ولكن هذا يعني منين وقفت عنده وشفت عنده يعني
تيستر يعني العطور اوريجينال يعني اصليه، هادشي اللي كيدعي هو واللي كيقول يعني وحلف ليا وكياكد وكيعاود. قلبتهم قال لي راه بغيتي تشوف حتى داك الكود باغ اللي كيكون فيهم، كاينين عطور اللي فيهم هاد الكود يعني تقدروا تاكدوا. ما عرفتش واش كلامه صح يعني، شميت شحال من عطر جاني هو هذاك، والله اعلم يعني ما نقدرش نجزم اولا ننفي هاد القضيه اللي قال هو. لحقاش كما سبق وقلت لكم انا في فيديوهات سابقه، انا كنت نصب عليا في عطر بحال هكا، كنت شريته يعني ماشي شوش رخيص شوش غادي، ومنين ديته للدار حيت كان عندي نفس العطر لقيتو ماشي اصلي، لقيتو يعني غير عيد، فهمتو؟ حيت هو دابا هنا كيقول لك هذا تيستور، وكيقول لك كاينين شي وحدين اللي قراعي ديالهم اصليين، غير يعني الغطاء ديالهم مهرس اولا طرات فيه شي حاجه باش كيبيعهم بهذا الثمن. الاثمنه كتراوح ما بين 300 حتى 500 ليره، يعني واحد لا موين لا قلنا 450 ليره، هي واقيلا شي 250 درهم مغربي، شي 25 الاورو. يمكن لكم تجربوا بشي عطر يعني اللي عندكم نتوما باش تشموا الريحه ديالو واش اصلي ولا لا، ورشوها ودوروا في السوق وحتى تشوفوا واش بقات لكم ثابته، حيت العطور اللي كتكون يعني مقلده راه بعض المرات كتلقاو الريحه هي ولكن راه دغيا كيطير العطر، يعني ما كيبقاش دايم بزاف. هذا عنده حقائب يعني عاديين مقلدين، ولكن التقليد ديالهم زوين. وحتى دوك يعني الماركات، كاين حتى دوك الماركات اللي ما غاليينش بحال بزاف مايكل كورس، ماركات اللي في المتناول، ديري لهم التقليد ديالهم زوين. 820 ليره اللي هي تقريبا 40 درهم مغربيه، اللي هي تقريبا 6 اورو ونصف ولا 6 دولار ونصف يعني، ولكن التقليد ديالهم مزيان. ما غتلقاوش هذوك الشونات اللي ب 30 40 ليره، ما كاينينش بزاف هنايا ولا تقريبا شبه منعدمين، لانه كما قلت لكم هذا السوق يعني راقي وفيه الجوده اكثر يعني، وحتى الثمن ديالو ناقص يعني مقارنه مع الجوده. هذا عنده نظارات طبيه ولكن حاجه اللي زعما اوريجينال، الثمن قال لي 800 ليره كل حاجه والثمن ديالها، ولكن اللي سولته انا 800 ليره تقريبا 500 درهم مغربي يعني 45 اورو، يعني ما رخاصش ولكن هزيتهم زوينين صراحه. إلا عقلتوا على هذاك البائع اللي مشيت عنده في بكر كوي، صورت لكم عنده كل شيء هنايا، كنت قلت لكم الاثمنه ديال هاد الشيلان يعني التقليد ديالهم البربري كل حاجه والثمن ديالها، وكنت وريتكم حتى دوك الشيلان الزوينين اللي التوب ديالهم بحال الحرير خفيف اللي هو تقليد ديال الماركات اللي معروفين. كان في السوق ديال بكر كوي قال لي 300، كنقول لكم سوق بكر كوي واخا هكاك مع العموريه اللي فيه غالي 300 ليره، وكنت قلت ليه راه انا شفتهم فيه شي الكوي غير ب 200، وقال لي الا بغيتي خدي ب 200. فاليوم من الديبار يعني ما عرفنيش انني سولت عليهم قبل، قال لينا 250 ليره يعني ناقص على باكر كوي، ولكن قلت ليه لا غالي وهذا، قال لي راه تزاد في الثمن. خاصكم تعرفوا واحد القضيه، انني الاسعار اللي كنعطيكم راه تقدر موراها باسبوعين يتزاد. دابا هذا هو المشكل اللي كاين في تركيا، الاسعار غدا وكتغلى وكتزاد حيت كاين التضخم، كاين الانفلاسيون هنا في البلاد، يعني الناس راه عارفين هذه القضيه، والانفلاسيون راه تبارك الله راه واقيلا راه فات 100%، واخا كيقول لنا راه في حدود 100%، ولكن راه يعني الاسعار ما نعاودش لكم. اليوم كتشري مثلا شاورما ب 15 او 20 ليره، واخا مابقاوش هاد الاثمنه، الاسبوع الجاي كتمشي عند نفس الشخص كتقول لي عطيني شاورما خديتها السيمانه اللي فاتت ب 20 كتلقاها ولات ب 30، فالاسعار غتزاد يعني واخا كنعطيكم راه كتزاد الاسعار. فهادو كما قلت لكم قال لنا 200 ليره، 200 ليره ب 120 درهم مغربيه تقريبا 11 الاورو. بغي نضيف لكم واحد المعلومه تفيدكم بالنسبه للناس اللي كيتقداو يمشيو يتقداو الصباح الباكر سواء في الاسواق او لا في المحلات. فلا دخلتي عند تركي في الصباح الباكر انت اول زبون عنده، فكيبغي يتساعد معك في الثمن يعني كينقص لك يعني كيخليك على راحتك نتايا، بيان سور ما غينقص لك بزاف ولكن غيتساعد معك اكثر من الا مشيتي عنده وسط النهار هكا، كيبغي يستفتح معك يعني بحال كنقولوا حنايا كيسفايل بيك، حنا كنقولوها في المغرب هنايا عندهم كيامنوا بها بزاف، ومني كيشد الفلوس فكيضرب بها السلعه فحال هكا، وكيقول لك زعما باش ربي يعطيه البركه في هذا النهار ويبيع اكثر يعني ويبيع مزيان. انا نخلي لكم الصوت والصوره باش تشوفوا اشنو دار منين عطيناه الفلوس. امين. دائما حاولوا تقداو في الصباح، ولا كان عندكم شي زهر تكونوا نتوما الاولين عند المحل راه غادي يستفتح معاكم، ومنين يقول لكم راه هذا الثمن ديال الاستفتاح راه ما تبقاوش تزيدوا
تقولوا لي نقص لنا مازال اخرى لحقاش كيتصاوب تمام مزيان باش كيسهل عليه الله في ديك النهار. هذه كمعلومه نضيفها لكم. فهاد السيد حتى هو تيبيع حويجات ديال زارا. صراحه عنده حويجات زوينين ديال الوليدات وديال البنيتات. كما كنقول لكم دائما في الطوابل اللي كيكونوا هكا مخلطين تهزوا راسكم راه غادي تشوفوا داكشي اللي كيكون في الطابله. عنده هذاكشي اللي مخلط داير ليه 70 ليره اللي هي 45 درهم مغربيه تقريبا شي 4 اورو هكاك. وهادو اللي مستفين هنايا ما فيهم لا ديفويات لا حتى شي حاجه يعني. والطايات كيعطيك شنو موجود يعني بلا ما كتبقاو تقلبوا. 100 ليره 60 درهم ما كاينش فرق بزاف بيناتهم 5 اورو ونصف. وهادوك اللي كيكونوا مخلطين بعض المرات كتلقاو شي ديفو هنا ولهي يعني ردوا البال. شوفوا كيفاش خاوي، ركزوا معايا كيفاش خاوي وكتمشي على راحتك كتقلبي على راحتك. بالنسبه لكباقي الاسواق راه هو كيكون فيه الخضار الفواكه يعني فيه ايضا الاكل اللي بغيتوا تاكلوا. بالنسبه للناس اللي سولوني في الفيديو السابق لانني ما صورتش لكم الجهه ديال الماكله الكوزلامه ايضا فيه فيه كل شيء تبارك الله. داكشي متنوع ويعني السوق ما كبيرش تقدروا تدوروه دغيا بعكس الاسواق الاخرى اللي كتكون تبارك الله كبيره. هذا كيبيع الملابس الرياضيه ديا نايك اديداس الماركات اللي معروفه اكيد ماشي الاصليه باش نفرق حيت انا بعض المرات ملي كنقول الماركات كيكونوا ماركات لي اصليين وكيكونوا ماركات لي مقلدين تقليديين يعني. بحال دابا هذا عنده تقليد مزيان ديال نايك كما كتشوفوا. هادو ملابس رياضيه نسائيه كما كتشوفوا ديال نايك. كاين السروال اللي كيكون هذا السروال ضيق وكاين اللي كيكون عندهم سروال واسع يعني كيبقى لكم اختيار. الثمن ديال الطقم هو 450 ليره اللي هي 270 درهم مغربيه تقريبا 25 دولار او 25 اورو. بالنسبه للطقم الرجالي هذوك اللي معلقين او السيرفيت ديال الرجال هما هادو الالوان ديالهم. الثمن ديالهم 600 ليره اللي هي 360 درهم مغربيه تقريبا 33 دولار او لا اورو. الاورو والدولار راهم متساويين هما هادو اللي كنقول لكم. وكاين اللي ماشي طقم يعني ما كاينش سيرفيت كامله بغيتو تاخذوا غير الفوقاني ديالو بوحديتو بغيتي تاخذوا التحتاني بوحدو كيبقى الاختيار لكم. لكن صراحه مخدومين مزيان يعني كيبانوا من غير الا بغى شي واحد يقلبك باش يعرفهم واش يعني تقليد ماشي اوريجينال. لان التوب ديالهم الخامه ديالهم مزيانه كما كتشوفوا كاينه الخضيره زوينه كتشهي انكم تاخذوها. الملابس ديال الوليدات الصغار ايضا موجودين ديال لي بيبي الرضع حتى هما كاينين بحال هكا اللبسات اللي كيكونوا كاملين. وهادو هكا ديال كما كنقولوا حنا الرخا والرباخه راه هو موجود خاصكم غير يكون عندكم الخاطر باش تقلبوا في السلع وتردوا البال للديفويات. ماشي كاع الناس كيبيعوا الديفويات غير هادوك اللي كيكونوا كيبيعوا داكشي رخيص بزاف اللي كتلقاو بعض المرات الديفو. اما الحاجات اللي كيكونوا ساوين الثمن يعني داير لي 60 70 100 ما كيكونوش فيهم الديفويات. فهاد الشيء راه كامل جديد يعني ماشي قديم. حتى هاد السؤال كنلقاه في التعاليق جديد يعني بالتيكيتات ديالهم بعض المرات كتلقاو حتى السعر ديالو مكتوب في التيكيت ديالو. هذا داير القطعه 60 ليره. 60 ليره هي 35 درهم مغربيه تقريبا 3 اورو ونصف. ولكن عنده حاجات زوينين يعني الا قلبتو مزيان تقدروا تلقاو شي حاجه اللي زوينه. السيدة عندها الاكسسوارات دايره لهم الثمن 135 ليره هادو اللي هكا ديال اليد 80 درهم مغربيه تقريبا 7 اورو ونص. وديك الساعه باقي الله كتحط مازال ما حطاتش كلشي وكتفطر في نفس الوقت داكشي علاش نشوفوا واحد اخر. هذا عنده سنيدلات صراحه زوينين عنده مختلفين عنده حتى هذوك ديال وحدين ديال الميكا ولكن الجوده ديالهم مزيانه. بعدا البلاستيك هنايا كاين الناس اللي كيشكوا كيقول لك شينوا ما كاينش عندهم بلاستيك ديال الشينوا عندهم بلاستيك ديالهم راه كيكتبوا فيه ميد ان تركي. هذه الثمن ديالها 130 ليره اللي هي 80 درهم مغربيه تقريبا شي 7 اورو ونصف هكاك ما وصلاش. وهذه ارخص منها هذه كيقول لك ميديكال يعني ماشي ديك ميديكال ولكن مريحه للرجل ديال هكا الامهات زويونه 120 ليره فقط اللي هي تقريبا نقولوا تقريبا واحد 71 75 درهم 7 اورو هكاك. عنده بزاف ديال الشكيلات عنده حتى هاد السنيدلات ديال البلاستيك اللي البلاستيك ديالهم زوين بزاف يعني يدير فحال السيليكون. الثمن ديالهم 60 ليره تقريبا 35 درهم مغربيه شي 3 اورو ونصف. عندهم مجوهرات صراحه زوينين كيبداو من 40 ليره اللي هي 25 درهم مغربيه شي 2 اورو 20. ما كيتغيرش اللون ديالهم. عنده خويتمات زوينين بحال دابا هاد الزرقين اللي لهم 65 ليره اللي هي 40 درهم مغربيه تقريبا شي 3 اورو
ونص، وهادو اللي فيهم ثلاثة ديال لوينات برونز ودوري وأرجنتي دير لهم 75 ليرة اللي هي تقريبا. وكاينين هاد البراسليات اللي خارجين دابا في الموضة، يعني مزيان ما كيبدل لهم لا لون حتى شي حاجة، يعني غارونتي على ما كيقولوا كيحلف. الثمن ديال هذا 110 ليرة اللي هي 65 درهم مغربية تقريبا شي 6 ديال الاورو. وكاين هادو ديال المسمار الشهير، هادو الثمن ديالهم 165 ليره، هما اغلى وحدين. وغنقول لكم علاش غاليين، حيت كاتبين فيهم كارتي مكتوبه، يعني كيبانوا زعما اصليين. الثمن 165 ليره هي تقريبا 100 درهم مغربيه شي 9 ديال الاورو. وكاينين هادو اللي صغارين وفيهم الحجر، هادو قاديا غير ب 85 ليره تقريبا، نقول 50 درهم تقريبا شي 5 اورو. كما قلت لكم هادو الاخرين غاليين وهادو الرخاص رقاقين. وهادو الغاليين قال لي علاش غاليين، حيت كاتبين فيهم هذيك كارتي تماك فهمتوا. ولكن عنده الموديلات صراحه زوين، يعني نعاود نوريهم لك، حيت حطهم ما كيبانش مزيان مع التصوير، مع مكتوبه قاده مزيان زوينين صراحه في اللبسه، ما كيجيو باينين، يعني عاطين العين كما كتشوف. تحيه للصديقه ديالي اللي عاد تعرفت عليها هنايا، شرفتني عليا، خرجت معها للسوق وكانت كتقيس ليا، الله يجازيها بخير. يعني خرجنا تقدينا مجموعين وصورت لكم في نفس الوقت. هنا الكورميطات دايرين ابتداء من 125 ليره حتى 180 على حسب الموديل. 125 ليره هو يقولوا واحد 75 درهم مغربيه شي 7 اورو، و185 هي 100 درهم، يعني ما كاينش شي فرق اللي كبير. وعندهم حتى الخويتمات داكشي، يعني صراحه زوين. فولي السوق شحال درنا فيه تقريبا، راه تكون دابا شي 11 ولا 12 وباقي خاوي. هذاك عنده سيرفيتات ديال الرجال وديال النساء، وعنده حتى الشورطات غير ب 50 ليره، الشورطات مع اليمين. والسراول ديال السيرفيت ب 100 ليره اللي هي تقريبا 60 درهم شي 5 اورو ونصف او 5 دولار ونصف. غير هو حاجه وحده فيهم ديفو، يعني خاصكم تردوا البال. بحال مثلا دابا هذا الديفو ما باينش، جاي الفوق ومشاو خيطوه، ديري ليه الخياطه، يعني مقادينها على شكل نجمه. الفوق ما كيبانش، غير كاينين شي وحدين اللي جات فيهم هذيك النجمه لتحت، يعني جات معيقه باينه كما كتشوفوا. انا نحاول نوريه لكم باش تشوفوا. راه اغلبيه هنا الديفويت راه كيكونوا مصاوبينهم، غير هما خاصكم تشوفوا الديفو فين جا، نتوما عينكم ميزانكم واش بغيتوا ولا لا. وعنده السراول اللي ما فيهمش الديفويات، عنده بحال دابا هذا كما قلت لكم، يعني جات الديفو مخدوم مزيان وجا الفوق، يعني كانت هنا واحد الثقبه راه صاوبوها وقادوها. كاينين وحدين اللي عندهم ديفويات لتحت، وكاين الا بغيتوا حاجه ماشي ديفو 150 ليره، يعني كتزيدوا الثمن وتاخذوا يعني سروال ما فيه حتى شي حاجه. والكسيوات اللي دايرين ضجه في السوشيال ميديا هاد الصيف، يعني هاد الالوان هما اللي دارجين دابا على الموضه في هاد الصيف كما كتشوفوا. الثمن ديالهم هذا داير لهم ثمن اللي هو موحد، اللي ما ينقص لكم منه حتى شي حاجه، وكاتب الثمن اللي كيكونوا كاتبين هكا الثمن، واخا تبغيو تنقصوا غير نتوما حاولوا الا كنتوا تاخذوا بزاف يمكن لكم انكم تشطروا، ما كاينش مشكل. الثمن داير لهم 300 ليره اللي هي 180 درهم مغربيه تقريبا 16 دولار ونصف ولا 16 اورو ونصف. وكاينين هادو اللي داير لهم فقط 250 ليره اللي هي 150 درهم مغربيه، نقولوا 14 دولار او 14 اورو. التريكويات ديال الصوف هذا الاخضر ب 300 ليره، هو اغلى واحد. 300 ليره هي 175 درهم ولا 180 درهم تقريبا شي 16 اورو ونصف. اللي بجنبو اللي فيهم هذوك الوريدات عجبني صراحه، 250 ليره 150 درهم تقريبا شي 14 اورو. وكاين هذوك العاديين ب 150 ليره اللي هي تقريبا 90 درهم مغربيه شي 8 اورو ونصف. فالاثمنه كتختلف من موديل لموديل، وعنده داكشي صراحه زوين. دابا كما قلت لكم داكشي الصيف بداو كيدخلوا عليه داكشي ديال البرد. هذا عنده البيجامات، الطقم ديال البيجامات داير 70 ليره، ولكن ما ننصحكمش بهذا النوع ديال البيجامات لانه كيشرب في الماء، 45 درهم تقريبا شي 4 اورو. كاينين بيجامات اللي هما الماركه ديالهم مزيانه، كنصحكم انكم تاخذوا الاخرين حسن. هادو عنده البوكسر ديال الرجال ب 15 ليره تقريبا 9 دراهم شي اورو هكاك ما كاملش. وبغيت ننصحكم ايضا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا اللايبات، يعني نسائيا، خذوا ديال بينتي ماركه معروفه كيكون في المول، كيبيعوا البيجامات. راه دائما كنقول لكم عندهم داكشي ملابس داخليه بيجامات داكشي الجوده عاليه، وعندهم اللايبات ديالهم غزالين ما كيتسربوش دغيا وما كيتقطعوش. حتى هما داير لهم هذا في السوق 15 ليره،
كناخذوا منهم بالسوق كيكونوا رخاصين، وبعد مره تبين تي كيديروا لهم عروض وكيكونوا رخاص. فولي هذا ديال البنيتات ديال لي بيبيات كيحمقوا الثمن ديالهم 20 ليره، 20 ليره هي تقريبا 12 درهم مغربيه شي اورو هكاك. وهاد اللايبات ديال البنيوتات الصغار كيف حمقوا حتى هما 25 ليره، 15 درهم مغربيه تقريبا شي اورو ونص. كاين ديال لي بيبي هادو، كاين حتى ديال الكبار الكبيبرين شويه يعني. كيبيع المكياج، كيبيع كريمات، كيبيع مشاطي هكاك ديال الشعر، مبرد الى اخره. كما كتشوفوا فحال هاد المشطه داير ليها 60 ليره اللي هي 35 درهم مغربيه تقريبا شي 3 اورو ونصف. وعنده حتى دي فيتامين اللي ديال المانيا وديال موم اوروبا مخلطين كما كتشوفوا. شوكولاتة، بيسكوي، قهوة، يعني كما كتشوفوا يعني عنده سلع ديال الأكل. وكاين حتى هاد الميتي فيتامين كنت كناخدهم لولادي من ألمانيا كيبيعوهم في الدي ام. هذا قال لينا نورمالمون 150 ليرة، ولكن بقات عنده غير وحدة بغى يبيعها ب 150 ليرة، 90 درهم تقريبا 8 أورو ونصف. هو يعني الهضات ديالهم راها كاينة تماك يعني باقة طويلة، يعني ماشي بيريمي ولا شي حاجة، ولكن صراحة انا ما نزعمش هادشي ناخذو من السوق والله اعلم. ايضا الاكسسوارات ديال الهواتف كاي سوق راه كيكونوا مزيان. هادو قهوه، لابد تاخذوا قهوه اولا شاي، غير قهوه كشعبيه تما كبغيتو تجلسوا تشربوا شي حاجه. كاين ايضا كما قلت لكم الجاكيطات ديال الرجال موجودين كل حاجه والثمن ديالهم. وكاين اخر مره كنت شاركت معكم في الستوريات هاد البائع اللي كيبيع هادشي ديال الكوفرليات. اغلبيه النساء انا كنموتوا على هادشي ديال الكوفرليات وديال الخطوات هكا ديال الناموسيه وداكشي. فهذا عنده داكشي صراحه زوين، هذا اللي دابا كيشير لي عليهم ب 650 ليره اللي هي 400 درهم مغربيه تقريبا شي 35 اورو، صراحه رخيصه. وهذا الطقم هذا فقط ب 550 ليره اللي هي 350 درهم مغربية، نقولوا 30 دولار أو 30 أورو. صراحة زوين بزاف كما كتشوفوا، راه كما في الصورة. كاين هادو، هاد الغوز الاولاني هو ارخص واحد اللي هو فقط 450 ليره اللي هي 300 درهم تقريبا 25 الاورو. وهذا هو المتوسط اللي قلت لكم ب 550، زوين التحتاني ديالو مقطن 100% يعني الغطاء ديال الناموسيه والمخدات ديالو. عاد كيجي فوق منه هذاك اللي مخدومه فحال مخدومه بالكروشيه ولا رقيقه، وكتجي مغطيه يعني الشكل ديالو صراحه كيحمق. اغلى واحد هو هذاك اللي ملهيه اللي كتقلبني الصديقه ديالي فيه، هذاك ب 650 ليره. 650 ليره قلت لكم قبيله اللي وراه لينا، 400 درهم مغربيه شي 35 اورو، ولكن فيه غير جوج ديال القطع، يعني فيه غير هذيك باش كيتغطى الناموسيه والمخدات ديالو. وهادو موديلات اخرين اللي كيقلب لينا عليهم ما بين 450 ليره و 500 ليره تقريبا، نقولوا 300 درهم مغربيه 30 الاورو، يعني ما غتلقاوهمش بهذا الثمن نهائيا في المغرب. فحال شي واحد عنده شي حد من قريب ليه بغى يعطيه كهديه في العرس ديالو، خصوصا العريسات غيحماقوا على هادشي. كنعرفوا داكشي ديال الدفوع هادي كيجيو هماويين وزوينين صراحه، حتى الناس العاديين يشريوهم يديروهم، غير هما كيشدوا بلاصه في لافاليز. خاصكم تحيدوا ضروري الكرتونه، غير بغيتو تعطيو كادو ضروري من الكرتونه. عنده حتى هاد المنطاس الرقاقين زوينين صراحه، ديال بلاصه ب 200 ليره 120 درهم تقريبا شي 11 الاورو، وديال جوج ديال البلايص ب 250 ليره اللي هي 150 درهم مغربيه تقريبا شي 14 الاورو. اللي كتعاني من الوليدات يعني البول في الفراش وهذا، ويعني عرفتوا شحال هادي كيديروا داك القلع ولا هادي، دابا خرجوا هادو زوينين يعني كتغطيو بهم الناموسيه، كيكونوا عندهم جهه فيها بلاستيك والجهه الاخرى كيكون عادي توب عادي. كاينه ديال بلاصه واحده ب 120 ليره 75 درهم شي 7 اورو، وديال جوج ديال البلايص حتى هما كاينين 150 ليره 90 درهم مغربيه شي 8 اورو ونصف، ورخاصين بزاف عند هذا السيد لانني سولت عليهم في بلايص اخرين واخذهم مني الوليدات ديالي، يعني حيت الولاد راه كتعرفوا كيغفلوا واخا ما يكونوش كيبولوا في الفراش، ولكن بعض المرات كتوقع كيشربوا الماء بزاف اولا كترى شي حاجه تخلعوا بالليل ولا شي حاجه، كيمكن لكم انكم كتخليو يعني الناموسيه محتفظين بها، يعني كتحيدوا فقط غير هذا وكتصبنوه وصافي وكتعاودوا ترجعوا. يعني يمكن لكم تاخذوا جوج يعني باش تبدلوا بهم.
الوقت باقي فيه بزاف الحاجات ما يتشافوا. ما بغيتش نطول الفيديو باش ما يجيكمش الملل، حيت كنلاحظ ان في ستاتستيك الفيديوهات الطوال ما كيتشافوش كاملين يعني، وكيبقاو يتكرروا الاسئله تحت من الفيديو. السوق ان نهار الى اخره. السوق راه قلت لكم داك النهار انا مشيت ليه يوم الخميس، ولكن هو على ما سولت الباعه كاين الخميس والاحد، غير هو ماشي نفس الباعه اللي كيكونوا يوم الاحد. ان شاء الله غادي نمشي شي نهار يوم الاحد باش نصور لكم اش كيكون فيه نهار الاحد. كما قلت لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نكمل لكم الجوله باش نعطيكم داكشي بالتفاصيل وتعرفوا السوق اشنو فيه والاثمنه ديالو ايضا. داكشي صراحه غزال فيه، واهم حاجه انه خاوي. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، على الرسائل الزوينه، على التعاليق ديالكم الزوينه والدعوات ديالكم، وانا بدوري كنشكركم بزاف وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.